بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الذي نستفيض فيه عن كلام الله عز وجل وعن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وأعمارنا، وأن يتقبل منا طاعاتنا وصلاتنا وصيامنا ودعائنا وأذكارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقف اليوم أيها الأحباب في هذه الحلقة مع شيئين متلازمين في شهر رمضان. فشهر رمضان عندما يذكر معه القرآن الكريم، قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال عز من قائل عندما تحدث عن ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقصد في ذلك كلامه عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان عندما يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان بالقرآن الكريم، كان يراجع معه القرآن الكريم. إذن القرآن الكريم وشهر رمضان شيئان متلازمان. لذلك أيها الأحباب، نرى أن الناس في هذا الشهر المبارك يكون لهم إقبال كبير على كلام الله عز وجل بتلاوته وحفظه وتعلم أحكامه ومعانيه. ولكن أريد أن أقف بعض الوقفات مع هذه المسألة، مسألة تعلق الناس بكلام الله عز وجل. أيها الأحباب، البعض يبدأ مع كلام الله عز وجل ويبدأ يقرأ في الأيام الأول من رمضان، حتى إذا ما كان الأسبوع الأول أو النصف الأول من شهر رمضان، فترى أن الهمم تفتر، وذلك لأسباب كثيرة جدا، منها ما يتعلق بالنفس، منها ما يتعلق بالشيطان، منها ما يتعلق بتأخر الإنسان عن طاعته لله عز وجل. فينشغل الإنسان بجهاز الموبايل، ينشغل الإنسان بالتلفاز، ينشغل الإنسان بوسائل التواصل. ولكن نريد أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا في تلاوة القرآن وفضله، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه الكلمة ألف لام ميم فيها 30 حرفا. وكذلك أيها الأحباب، نحن عندما نقرأ القرآن الكريم لابد أن نقف عند آياته، نستحضر كلام الله عز وجل. فها هم الصحابة رضوان الله عنهم، يقول أحدهم: إذا سمعت من كلام الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، فإما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومر سيدنا عمر رضي الله عنه بقوم يقرأ أحدهم من سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، إلى أن وصل إلى قوله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع. فخر سيدنا عمر مخشيا عليه، يعوده الناس في بيته أسبوعا. هذا من تأثرهم بكلام الله عز وجل. وكذلك أيها الأحباب، نحتاج ونحن نقرأ القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك أن نستحضر قصص الأقوام السابقة. لقد كان لكم في قصصهم عبرة، جعل الله عز وجل لنا في أحاديث قوم هود وقوم لوط وقوم صالح، في هذه عبر، جعل لنا العبر في حديث سيدنا نوح عليه السلام مع قومه، جعل لنا عبرة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع إخوته، مع امرأة العزيز. كل ذلك فيه من العبر التي لا بد أن نعتبر فيها ونحن نعيش في هذا الزمان. كلام الله عز وجل أيها الأحباب ليس كتاب نظريات وليس كتاب فرضيات. البعض يخرج لنا على شاشات التلفاز أو على شبكات التواصل ويتحدث عن نظريات في القرآن الكريم وعن فرضيات. لا أيها الأحباب، كتاب الله عز وجل ليست فرضيات ولا ليست نظريات، ولكن كلام الله عز وجل كله عبارة عن حقائق، وهذه الحقائق لا بد أن تتجسد في حياتنا، في معاشنا، في تربيتنا لأولادنا، في بحثنا عن أرزاقنا، في معاملاتنا مع الناس، في معاملاتنا مع الله عز وجل. لا بد أن نستحضر كل الدروس والعبر الموجودة في كلام الله عز وجل حتى نستطيع أن نعيش. وكذلك أيها الأحباب، حقيقة أخرى أريد أن أقف عندها
وأنا أتحدث عن التلازم ما بين كلام الله عز وجل وما بين شهر رمضان المبارك، وهي أن في القرآن الكريم أيها الأحباب هنالك من الأمور المعجزات التي حصلت، كمعجزات سيدنا موسى عليه السلام مع قومه عندما ألقى العصا، وكذلك معجزات سيدنا عيسى عليه السلام. فنحن لابد أن نؤمن بمجمل ما جاء في القرآن ونؤمن كذلك بتفصيلات ما جاء بالقرآن، فإنه كله من عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.